مرة ثانية لسي ميمون الغازي كما قلنا الذي يعيش في فرنسا، ولكن ظل متشبثا بالجذور من خلال يعني التعبير بلغة زجلية رصينة أيضا، واشتغل فيها على الزمن كما سمعنا قبل قليل. ولكن يا ريت نسمع ونتمثل مقطع آخر من أجل أن نقف عند هذه الخصوصية، سواء للمغتربين أو للذين يقيمون في أرض الوطن. سي ميمون الغازي. سكاتس سكت خفيف دافي كيف نسمة في صيف، شفيف ريشة تطير على حد السيف، رهيف كيف قلوب مدفقة حب، نظيف صافي كيف شمعة تدوب في عيون الفجر، سكت عفيف كيف عضرب عمر غزال، غمزة من حاجب الهلال، سكت كافي على شواري كلام خاوي كيف صداف دفلها البحر، سكت تتوحمني اللرط من خميرة التراب من ماء حليب ودم، تعجني نتولد بروميثيوس فخت اللغة، يحيا فيا الوحي يهزني من وجداني ونسبح بالحرف، قصيدتي نبوتي لغتي معجزتي، لغتي عصا موسى بركة عيسى، قرآن محمد نار إبراهيم أحلام يوسف قوة داود جن سليمان ناقة صالح قلم زكريا حوت يونس سفينة نوح صبر أيوب، لغتي معجزتي قصيدتي نبوتي نطرزها ننحتها من ضو القصيدة، رقعة شطرنج ساحة حرف تنقز البيادق فيها حرف، يذبح حرف خرفان الرب يلعبوا مع الوقت يلعبوا بالوقت، يقمعوا اللحظة يشنقوا الدقيقة يسجنوا الساعة، يرهبوا النهار يغدروا الزمان يغتصبوا التاريخ، ينكحوا الحضارة يصلبوا السؤال ويقطعوا رأس الحياة. استعبد الإله الربحي، يعني هذه القصيدة عميقة جدا، خاصة أنه اشتغلت على الأسطورة، على النص القرآني، على تمثلات متعددة وتجليات كثيرة في هذا النص، وأيضا يرجع إلى قضية الدهر والزمن والوقت والسكات والصمت الذي هو تعبير مجازي على مجموعة من القضايا ربما التي اشتغل عليها سي ميمون الغازي. صحيح اننا انا اللي بغيت صعيب عليا انني ندخل تفاصيل مملة ديال القصيده وتضيف الاسطوره، بل ان اؤكد مره ثانيه اننا لم نعد امام سجال عادي، اصبحنا امام سجال مثقف له خصوصيته. حين يستعمل ميمون الغازي بروميتيوس معنى يحيلني الى ثقافه اخرى، الى ان الرجل يعرف ربما يعرف اكثر ويعرف أكثر، وهذه الأكثر هي التي ينبغي أن توكل مهمة الناقد للبحث فيها وفي متاهاتها وفي سراديبها المظلمة أحيانا. يعني على النقد أن يلتفت سي خالد الموسوي من هذا المنطلق، أن يلتفت إلى هذه التمثلات الجديدة للزجلي المغربي بعيدا عن الكلاسيكيات، بعيدا عن ما هو تقليدي في تعاملنا مع كمثقفين وكنقاد، تعاملنا مع الشعر العامي أو الشعر أو الزجلي عموما، من خلال كل ما قيل يعني من خلفيات من مرجعيات من قوة الصورة والوصف واللغة. صحيح، هذه المعطيات قد تعود بنا إلى التقسيم الذي وضعه عبد الإله الربحي حينما ميز بين المتلقي الضمني والمتلقي الصريح. نعم. وأعتقد أن الوضع الذي تتجه نحوه القصيدة الزجلية المعاصرة الآن يفرض على كل متلق أن يكون ضمنيا. لماذا؟ لأن الثقافة لابد أن يسلح بها،